أسعد الله أوقاتكم أعزائي الكرام، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كتقلب على مشروع استثماري، محل تجاري، دير فيه سلعة، ملابس، أواني أو غير ذلك. محل تجاري بمواصفات متعددة، تقدر دير فيه المشروع اللي تبغي أو ديرو استثمار يدخلك مدخول شهري للكراء. إذا درتيه مشروع ديالك فهو صالح للبضاعة، تبيع بضاعة معينة أو مكتب سياحي كأجنس دو فواياج مثلا، أو كراء السيارات، أو مكتب شركة، أو صالون للحلاقة. يعني فيه مزايا كثيرة دير فيه المشروع اللي انت تبغيه، صالح ليل سواء كمشروع ديرو انت ويدخلك مدخول او ديرو للكراء. هذا المشروع هذا او هذا المحل التجاري كاين في حي الازدهار في الشارع، موقع ممتاز. مغازه كوميرسيال افونتر افيك ميزانين بيان اميناجي. هذا المحل التجاري مجهز كما كتشوفوا في الفيديو، ظهار ثمن البيع 50 مليون. لمزيد من المعلومات اتصلوا بالسي عبد الله 06 71 08 38 45، 06 71 08 38 45. استودعكم الله والى اللقاء.